الصيدلي لا دخل له في نزاع بين مختبرين لانهم بجوجهم عندهم واحد الدواء اللي الاسم دياله متشابه. يعيش قطاع الصيادله حاله من التضييق على مهني القطاع. واش حنا غنبداو نلعبوا بالصحه ديال المواطن؟ واذا كانت صحه المواطن هي الاكثر تضررا فان تسويق عدد بالغ من الادويه المحظوره لا يبعث على الاطمئنان. هذاك الدواء راه تقدر تكون مكتوبه فيه اسم تجاري اللي كتعرفوا انت، ولكن الدخل ديالو مغاير بتاتا. في هذا الحوار مع الدكتور محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب نستكمل معكم تفاصيل هذا الموضوع. سي محمد كيدير بخير؟ لاباس عليك. ففي البداية سمعت بأنك كاين واحد الموضوع اللي مهم وربما زعجكم انتم كصيادلة، هو أنه واحد الصراع بين جوج شركات مصنعة للأدوية حول واحد العلامة التجارية واللي انعكس عليكم انتم سلبيا. فبغيتك في البداية تشرح للمشاهدين الكرام شنو هو الموضوع بالتفصيل. بالفعل يعني مؤخرا تم الاتصال بي من طرف العديد من الصيادلة من مختلف المدن المغربية اللي تفاجأوا بزيارة أعوان قضائية داخل صيدلياتهم، وذلك لمعاينة صرف واحد الدواء داخل الصيدلية. بالفعل هاد الصيادلة صرفوا هذا الدواء اللي هو لا بأس نسميه الاسم لأنه ما كاينش هناك مشكل، دواء غوزوفا ودواء غوزوفاس اللي هما أدوية اللي اللذان يصنعان من طرف مختبرين مختلفين، علما أن هذه الأدوية هذا الدوائين هادو حاصلين على رخصة التسويق ديالهم، بجوجهم حاصلين على رخصة التسويق ديالهم من طرف وزارة الصحة، ويعني هاد الصيادلة يتوفرون أيضا على فواتير ديال هاد الأدوية، فواتير شراء هاد الأدوية. أول عملية كانت شركة المصادرة ديال هاد الأدوية، مازال ما تمتش المصادرة. لكن انا جايك للموضوع. شنو هو الضرر الاول اللي من الصيادله؟ انا نفسروا بعد الموضوع ونقول لك شنو هو الضرر. اليوم القانون 1704 كيخول الصيدلي حق التصريف الحصري لاي دواء مرخص من طرف وزاره الصحه. يعني الشرط الوحيد باش دواء يصرف داخل الصيدليه هو يكون عنده رخصه تسويق او لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي ممنوحه من طرف وزاره الصحه، وهذا الشرط يتوفر في هذا الدوائين. بعد ذلك قمنا يعني بعد هذا الاخبار بان بعد الزياره ديال الاعوان القضائيه داخل الصيدليات، قمت بربط الاتصال بالصيدليه المسؤوله الصيدلانيه المسؤوله عن المختبر اللي حرك هذا العمليه ديال المعاينه الدعوه القضائيه. فاكدت لي بانه يمكن ان يكون هناك غلط من طرف المحامي لان الصيدلي لا دخل له، يعني ماشي طرف هو الصيدلي لا دخل له في نزاع بين مختبرين لانهم بجوجهم عندهم واحد الدواء اللي الاسم دياله متشابه. هذا هو الاصل المشكل، هو هاد الدوائين الاسم التجاري ديالهم متشابهين. اذا فقامت باعطاء وعود لاصلاح هذا المشكل هذا اللي حدق بالصيادله اللي لا دخل لهم في هذا المشكل اصلا. بعد ذلك يوم الجمعة الفارط نفس الصيادلة فوجئوا أيضا بتوصلهم عن طريق أعوان قضائية باستدعائهم لحضور جلسة في المحكمة يوم غد 23 الجمعة 23 دجنبير في مختلف محاكم المملكة. اليوم نتساءل لماذا لم يقتصر هذا المختبر هذا اللي كيقول متضرر، لماذا لم يقتصر على يعني رفع دعوى ضد الشركة المنافسة؟ لماذا لم يتم رفع دعوى ضد وزارة الصحة اللي منحت المختبر الثاني رخصة التسويق باسم مشابه؟
واخا سي الحباب مفهوم، يعني كتشوفوا انتم انكم تم اقحامكم في موضوع لا دخل لا دخل لنا يعني به بتاتا. كتشوفوا موضوع قانوني، كتشتريوا ادويه قانونيه بالفعل مرخصه من وزاره الصحه، وبانكم غير معنيين بهذا المشكل هذا. حنا شوف نتبع المسلك القانوني للدواء كما هو مستر في القانون 1704، يعني من المختبر للمصنع للموزع، من الموزع للصيدلي، وهذا ما قاموا به هاد الصيادله هادو. اذا هنايا فين كاين المشكل عند الصيدلي كي يتابع؟ بالفعل بالفعل. فاليوم نحن يعني في كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عازمون على تقديم دعوى قضائية ضد هذا المختبر هذا، لا شيء، لأنه أقحم صيادلة في مشكل لا دخل لهم. هذا من جهة. حنا ما عندناش الضرر دابا اللي وصلكم نتوما، واش نعطيك ترتيبك شنو؟ ما فهمتش. نعطيك مثال، نعطيك مثال. من بين هاد الصيادله، من بين هاد الصيادله اللي هما متابعين في اطار هاد القضيه، واحد فيهم عنده غدا يوم حراسه. يوم حراسه خصو يكون في الصيدليه وجوبا، واش يقبل الحراسه ديالو او لا يمشي للمحكمه على شي حاجه اللي هو ما داير فيها والو؟ هادشي راه غير معقول وغير منطقي. حبذا حنا جربنا الوسائل الحبيه مع هذا المختبر باش نحلوا هذا المشكل، قلنا يمكن هناك غلط، ما كاين باس، الغلط دائما كيتصلح. لكن ملي شفنا بان هذا المختبر يتمادى في غلطه، فلازم نرجعوه للصواب. وانتم ككونفدراليه واش فتحتوا شي قنوات تواصل مع هذه الشركه هذه؟ بالفعل قلت لك راني اتصلت بالصيدلانيه المسؤوله ديال على هذه الشركه هذه. فيعني مع كامل الاسف لم يكن ما كاينش هناك وضوح، ما كاينش هناك وضوح. هو الاجراء اللي قررته دابا، الاجراء المسطري اللي غتمشيو فيه انتما؟ اليوم عطينا المسطره للمحامون ديالنا ديال كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اللي هما غادي يتكلفوا برفع دعوى قضائيه ضد هذا المختبر لجبر الضرر. وبالنسبه لهذه القضيه، هذه المساله هذه، واش ما غتخلقش واحد حاله ارتباك بالنسبه لمثلا الناس عموما، تخوف على صحتهم بحال هذه المشاكل وكا؟ لا شوف باش نكونوا واضحين، المواطن لا دخل له في هذا الموضوع هذا، لان كلا الدوائين مصرح بهم من طرف وزاره الصحه، عندهم رخصه التسويق ديالهم، يعني جميع الشروط الصحيه مستوفات، ما كاينش هناك زعما ماشي دواء مزور او لا دواء ديال السوق السوداء او لا. بجوجهم بقى عندهم هما مشكل بيناتهم ديال الاسم التجاري كيتشابه، يحلوا مشكلتهم بعيد على الصيادله صافي. واخا سمعتي، انتقل لموضوع اخر. عملت الفرقه الولائيه مؤخرا في شخص الفرقه المتكلفه بالجريمه الالكترونيه على اعتقال مجموعه من الاشخاص اللي كيتاجروا في الادويه عبر الانترنت. بغيناك توضح لنا هذه النقطه في البدايه، واش التجاره في الادويه عبر الانترنت واخا تكون مثلا مرخصه، واش مسموح به ولا ممنوع؟ اولا الانترنت كيف ما كتعرفوا ليس له حدود، ياك؟ فيمكن يكون دواء جاي من اي دوله وتشري انت من الانترنت ويوصلك. لكن السؤال المطروح، لا قدر الله وقعت لك شي حاجه في صحتك، شكون غتابع؟ شكون غتابع؟ تابع الانترنت؟ ما غتابع حد. امسيو اكس غامض غامض. هذا من جهه. من جهة ثانية، الأدوية ليست كباقي المواد، الأدوية عندها شروط تخزين خاصة. هناك أدوية تخشى الرطوبة، هناك أدوية تخشى الحرارة، هناك أدوية يعني اللي خصها تحفظ في درجة حرارة محصورة بين 2 و 8 ديال الدرجات، إلا طلعت على 8 ديال الدرجات كتولي مسمومة، إلا هبطت على 2 درجات كتولي غير فعالة. إذن وهذه الشروط هذه لا يمكنها
توفرها إلا داخل الصيدليات. لكل هذه الأسباب جاء القانون 1704 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأعطى الحق الحصري في تصريف الأدوية في الصيدليات داخل الصيدلية. يعني أنا كصيدلاني ما عندي شاي الحق نهز دون الصيدلية ونديره في طنوبيتي ونمشي نبدا ندور بيه عند عباد الله نبيعو لهم. لا عساك واحد آخر اللي هو غير مرخص له وغير حاصل على دكتورة في الصيدلة يبدأ يبيع لنا في الأدوية وصفة تباع في الصيدلية. نعم، اليوم عندنا مشكل كبير في المغرب. علاش؟ واش الظاهره بدات كتسي بحال بزاف هادشي ديال التجاره؟ بالفعل لاحظنا في هذه السنوات الاخيره تفشي العديد ديال المواقع الالكترونيه وعلى الشبكه العنكبوتيه الزرقاء ديال بيع الادويه. هناك ادويه اللي هي محظوره في المغرب، ممنوعه بموجب قرار وزاري، وكنلقاوها كتباع في الانترنت على سبيل المثال. ونعطيك واحد النقطه اللي هي مهمه، الادويه عندها واحد المده ديال الصلاحيه. شكون كيضمن لهذاك المواطن المغربي اللي شرى هذا الدواء من الانترنت بان هذيك المده الصلاحيه لم يتم تزويرها؟ اذا يقدر يدخل الدات ديال واحد الماده اللي هي سامه اللي قد تؤدي بحياته الى الموت. إذن هنايا مؤخرا اسمح لي، بالنسبه لكم انتم ككونفدراليه واش عندكم تتبع لهاد المسائل كتوصلوا مثلا؟ بالفعل عندنا واحد الخليه ديال التتبع ديال هاد الادويه التي تباع خارج المسلك القانوني. ويعني كلما يعني توصلنا بشي موقع والا نربط الاتصال بالشرطه القضائيه، خليه لا سيما خليه الجريمه الالكترونيه. وبالنسبه للوزاره كاين شي مساعده منها لكم في هذا الجانب هذا ولا حتى هي كتشتغل؟ شوف مع كامل الاسف بكل بدون لغه خشب، كنا اقترحنا على الوزارة باش تحط صيادلة مفتشين تابعين لوزارة الصحة في المناطق الحدودية وفي مراكز الإرساليات كالبريد والباقي الإرساليات، باش يشوفوا كلما دخل شي دواء في شي طرد وإلا يتم حجزه. علاش؟ لان هذاك الدواء ما عارفينش حنا لا بروفينونس ديالو. هذاك الدواء راه تقدر تكون مكتوبه فيه اسم تجاري اللي كتعرفو انت، ولكن الداخل ديالو مغاير بتاتا. واش حنا غنبداو نلعبوا بالصحه ديال المواطن؟ دونك خاص وزاره الصحه تحمل الاقتراح، ما تخافش بعين الاعتبار بتاتا. خاص الوزاره تحمل مسؤوليتها في تفشي ظاهره ادويه السوق السوداء، ناهيك عن يعني داك الادويه ديال الاقراص المهلوسه، راه حتى هي راه كتدخلنا من المناطق الحدوديه. اذا هنا راه عاوتاني خطر كبير على 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 الشباب ديالنا، وبالتالي على الامن القومي ديالنا. راه خاص نلقاو حلول جذريه. واخا سي الحباب بغيناك في النهايه تعطينا كلمه ختاميه. شوف هادشي عندك بعدا راه كيخوف على الصحه ديال الناس. شوف تيقول لك الوقايه احسن من العلاج. الدور ديالنا خدينا دابا حتى الوصلات الاشهاريه في التلفازه، هادشي غائب باش نوعي المواطن مثلا يشري ادويه من الانترنت. بالفعل هنايا يعني كيف ما قلت لك الوقايه احسن من العلاج، ونحن كصيادله من الواجب ديالنا تحسيس المواطن المغربي باش ما يقتنيش الادويه ديالو الا من الصيدليات، لانه هو المكان الامن الوحيد اللي يقدر يشري منه المواطن الدواء ديالو. ما يشري شاي
اي دواء وما ياخذ شيء اي دواء الا باستشاره ديال الطبيب او الصيدلي. هادشي كله راه ما تنديروه شيء باش نقولوا بانه المواطن خصو يمشي يشري من الصيدليه حيت الصيدليه عندها صيدلي. نو دواء دواء راه واحد الماده اللي هي حساسه ونتمنوا من 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 وزاره الصحه تستجيب لهذا الاقتراح اللي اعطيناها ونتمنوا ايضا من الوسائل الاعلام المغربيه باش تقوم بحملات تحسيسيه لتحسيس المواطن المغربي باش ما يشري شيء ديك الادويه اللي كتباع في السوق السوداء وفي الانترنت. وشكرا جزيلا. حشومه وعار احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.